أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، هذا يوم جديد من الأيام التي تقول فيها مصر إنها تستثمر وبحق في الإنسان. هذا يوم جديد من الأيام التي تبرهن فيها مؤسسات الدولة المصرية المختلفة بأن الاستراتيجية المتكاملة للاستثمار في البشر وبناء الإنسان لم تكن عهدا مقطوعا وفقط، وإنما سلوكا وخطوات ترجمت على الأرض على مدار السنوات المنقضية. في عام 2018 كان الرئيس عبد الفتاح السيسي يقدم تعهدا في مستهل ولاية ثانية جديدة، يقول فيها السيد الرئيس إنه إذا كانت السنوات الماضية أمضت فيها الدولة خطوات وثابة نحو بناء حقيقي على مستوى البنية التحتية وعلى مستوى منشآت الطاقة وعلى مستوى الاستثمار الذي كانت تحتاجه مصر لربط شرايين التنمية الحقيقية كما تعرف تنمويا، فإن السنوات المقبلة ستكون وبحق سنوات الاستثمار في البشر وبناء الإنسان. ومنذ ذلك الحين تحولت كل تلك التعهدات إلى خطوات حقيقية على الأرض، إما عبر برامج تنموية أو عبر مشروعات قومية متكاملة أو عبر خطوات تنفذ على الأرض في عموم القطر المصري. محافظات الجمهورية المصرية المختلفة كانت مشمولة بنماذج تنموية حقيقية على مدار السنوات المنقضية، كان الركن الأساسي فيها والمكون الأول فيها هو الإنسان، الاستثمار في البشر عبر الخدمات المتكاملة التي تحقق ما يعرف في علوم الديموغرافيا وفي علم السكان الارتقاء بجودة الخصائص السكانية. كان هذا هدفا استراتيجيا حقيقيا تريده مصر على مدار السنوات الماضية، سواء ما كان منه متصلا بالاستثمار في جودة الحياة التي تقدم للمصريين أو عبر المبادرات الجادة التي كانت الدولة تقطع يقينا بأنها جزء أساسي من جني ثمار التنمية وهو ضبط النمو السكاني. الخطوات التي اتخذت على مدار السنوات الماضية وكلها كانت تنتهي في مسار واحد يفضي إلى تغيير الواقع المعيشي الذي يعيشه المصريون. كل الخطوات التي اتخذت على مدار السنوات الماضية إنما كانت تستهدف هدفا أساسيا واحدا بحكم أنها الغاية المتوخاة من كل جهد تنموي تقدمه الدولة، وهو تغيير الواقع المعيشي للمصريين وتحقيق الرفاه الحياتي المستحق كما تريده مؤسسات الدولة المصرية المختلفة. هذا يوم ستطلق فيه الدولة ويطلق فيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية. هذا هو العنوان العريض الذي ينتظر أن نشهد فيه سهرا كاملا لكل المبادرات التنموية في مختلف القطاعات الحياتية المعيشية الخدمية الصحية الأسرية، لكنها حقيقة ستشكل لحظة مفصلية فيما يخص جني ثمار ما مضى من خطوات على مدار السنوات الماضية. صحيح أننا إزاء مشروع قومي مستقل وقائم بذاته تقدم فيه مؤسسات الدولة المصرية المختلفة جهدا حقيقيا وطنيا خالصا وفق أسس علمية وإحصائية جادة، صحيح أن هذا مشروع قائم بذاته، لكن ما كان لهذا المشروع أن يلتئم وأن تجنى ثمرته في اليوم الذي نحن فيه الآن إلا عبر كل المسارات التي استطاعت الدولة أن تقدم فيها خطواتها الوثابة. هذا مشروع يستهدف أول ما يستهدف، كما قلنا وأشرنا، أن الدولة عندما قالت أنها تقدم كل جهدها التنموي لا تريد منه إلا تغيير الواقع الحياتي والمعيشي وتحقيق معدلات الرفاه الاجتماعي والمعيشي كما يريدها المصريون، فإنه وعلى مدار السنوات الماضية كانت الخطوة تأتي تلو الخطوة لتشكل ركازا متكاملا تقوم عليه هذه الاستراتيجية الوطنية للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري عبر الاستثمار في البشر. استثمار يعنى أول ما يعنى بجودة التعليم وجودة الرعاية الصحية، وهذان لو تذكرونهما المحوران الأساسيان اللذان عرض لهما السيد الرئيس في مستهل الولاية الجديدة في عام 2018 عندما تعهد بأن تكون السنوات المقبلة هي سنوات بناء الإنسان والاستثمار في البشر عبر المحورين الأساسيين الصحة والتعليم. الصحة والتعليم في عموم محافظات الجمهورية، الصحة والتعليم عبر تغيير شامل لا عبر المسكنات، وهذا كان سلوك مؤسسات الدولة المصرية المختلفة على مدار السنوات السبع المنقضية. لا حلول ستكون مرتبطة بالمسكنات ولا حلول جذرية إلا وفق ما تريده الدولة بالاستراتيجيات العلمية. إعلاء قيمة العلم كان ركنا أساسيا، الإحصاء، الأرقام التي كانت تستعرض وتستقى منها كل البيانات فيما بعد ذلك. إذا كنا اليوم إزاء المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية فإننا سنتحدث وفق ما أقرته مؤسسات الدولة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحت نظره المباشر عندما كان السيد الرئيس يجري الاجتماعات تباعا مع كل المسؤولين مع مؤسسات الدولة المختلفة المعنية بهذا المشروع، العمل المستمر المرتبط بحقيقة تغيير واقع حياة المصريين. الآن هذه لحظات إذن وصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى درة تاج المشروعات القومية التي نفذت في مصر على مدار السنوات الأخيرة، إلى بوابة الجمهورية الجديدة، إلى العاصمة الإدارية الجديدة التي منها سيطلق السيد الرئيس مشروعا جديدا، مشروعا قوميا جديدا، هو المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية. Thank you.
كانت تلك إذن هي لحظات وصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى موقع احتضان هذا الإطلاق، الإطلاق الفعلي والرسمي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية. وكما جرت العادة أيضا فكانت الصورة التذكارية التي وكالمعتاد أيضا طالب السيد الرئيس الحاضرين ضمن هذه الصورة أن ينزعوا الكمامات عن وجوههم، وهو السلوك المعتاد المستمر حفاظا على الصحة العامة وكما جرت العادة أيضا. لكن في هذه الأثناء إذن يشار إلى ما بذلته الدولة على مدار السنوات الماضية من جهد في مسارات متوازية ومختلفة. نقول إننا إذا كنا إزاء مشروع قومي قائم بذاته فإنه سيكون ثمرة حقيقية وصهرا متكاملا لكل المبادرات التنموية التي عكفت الدولة على إطلاقها على مدار السنوات الماضية، وعلى رأسها بالطبع المبادرات الرئاسية التي كانت تستهدف القطاع الصحي والقطاعات الخدمية المختلفة. إذا كنا نتحدث عن مشروع يرتكز على عدة محاور من بينها مثلا التمكين الاقتصادي، فصحيح هناك إحصاءات مقدمة تخص هذا المشروع في ذاته، إحصاءات وأرقام تقول إن المستهدفات من هذا المشروع مثلا هو الحديث عن مليون فرصة عمل متناهية الصغر من بين المشروعات التي تقدم للسيدات المصريات اللائي يقعن في المرحلة العمرية ما بين 18 سنة وحتى 45 سنة. هذا صحيح ومؤكد أن هذا المشروع القائم بذاته في هذا المحور وفي هذا الشق يقدم هذا الجهد فيما يخص المشروعات متناهية الصغر، لكن لا يمكن بحال من الأحوال أن يفصل هذا الجهد المقدم على مستوى المشروعات متناهية الصغر عن كل الجهود المصرية التي بذلت على مدار السنوات الماضية في هذا القطاع، في قطاع دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما حققته مصر من أرقام ومن منجزات ومن فرص عمل وصلت إلى ربوع القطر المصري من أقصى الصعيد إلى أقصى الوجه البحري إلى القاهرة إلى عموم المحافظات المصرية. هذا جهد صحيح أنه يقوم بذاته على هذا المشروع، المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، لكنه أيضا يعنى بما قدمته الدولة وما بذلته من عطاءات على مدار كل السنوات الماضية في كل المسارات. هذا فيما يخص مثلا التمكين الاقتصادي، وهو الذي يبحث عن خلق بيئة تتمتع بقدر لا بأس به من الاستقلالية. هذا جهد يقدم والدولة لا تضخ هذه الاستثمارات تستهدف منها مثلا جني ضرائب، لأننا نتحدث مثلا عن المشروعات متناهية الصغر التي حجم الأعمال فيها لا يرجى منه دفع ضرائب لأنها تقريبا كلها شرائح معفاة من الضرائب، لكنها تستهدف وهي تقدم هذا الجهد المباشر فيما يخص دعم استقلالية المرأة، الاستقلالية المالية بالطبع والحفاظ على كيان الأسرة، تقديم أشكال معتبرة من التماسك الأسري والتعاضد على مستوى التمكين الاقتصادي وعلى مستوى بيئات العمل، على مستوى الدعم الذي يمكن أن تقدمه المرأة لبيئتها لأسرتها، وكذلك على المستوى الإنتاجي الذي يمكن أن تقدمه للبيئة المجتمعية التي تحتضنها. إذا كنا نتحدث عن نحو مليون فرصة عمل متناهية الصغر، مليون فرصة عمل توصف بأنها من بين المشروعات متناهية الصغر، فإننا نتحدث كذلك والمشروع يرتكز على ثلاث مراحل في عموم محافظات الجمهورية، فإننا نتحدث كذلك عن بيئات مختلفة، عن استراتيجيات مختلفة في تقديم أشكال الدعم النوعي والمادي التي ستختلف بالضرورة مع اختلاف البيئة التي تحتضن هذا المشروع متناهي الصغر، تماما كما كانت الخبرة المصرية في هذا المجال على مستوى دعم هذا القطاع من المشروعات، على مستوى دعم هذه الخبرات النوعية المقدمة لعموم الراغبين في الاستثمار في هذا المجال. وإن كنا نتحدث أيضا بشكل فيه قدر لا بأس به من الخصوصية فيما تعنى به هذه القضية وهذا المشروع، المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية. هذا فقط في محور واحد مرتبط بالتمكين الاقتصادي، مليون فرصة عمل. هناك حديث مستمر عن وحدات صحة الأسرة التي كانت تشكل فيما مضى مستشفيات التكامل التي ربما لم تحظى بالاهتمام الكافي في العقود الماضية، لكن الدولة وعلى مدار هذه السنوات واستغلالا لهذه الميزات التي بدأت تتمتع بها في هذه الآونة والدفعات التي نالتها التجمعات الريفية المختلفة، ولا يمكن بحال من الأحوال أن نتحدث عن تجمعات ريفية
إلا ونحن نتحدث وبالضرورة عن المشروع القومي الذي يقدم نقلة حضارية واستثنائية غير مسبوقة على مستوى الجهد المقدم في هذه المجتمعات، مشروع القرن 21 حياة كريمة. هذا المشروع، وهذا ما كنا نشير إليه أيضا، بأن المسألة صحيح أنها مرتبطة بمشروع قومي قائم بذاته، لكنه وبحال من الأحوال وعلى كل المرتكزات التي يقوم عليها وعبر كل الخصائص التي يتمتع بها، إنما يشكل جنيا مباشرا لثمار ما تحقق على مدار السنوات الماضية وصولا إلى هذه المرحلة. لا يمكن بحال من الأحوال ونحن نتحدث عن هذا المحور، محور التمكين الاقتصادي، محور الدعم الخدمي الذي يمكن أن يقدم على مستوى إتاحة خدمات تنظيم الأسرة وتقديمها للسيدات الراغبات في ذلك بالمجان وعبر كل المؤسسات وتحديدا وحدات صحة الأسرة المنتشرة في عموم المحافظات المصرية. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نتحدث عن هذه النقاط إلا ونحن نشير وبالضرورة إلى ما تحقق من جهود عبر كل المسارات التي تمت في السنوات الماضية. إذا كنا نتحدث عن السيدات المصريات المستهدفات وبالدرجة الأولى من هذا المشروع عبر أشكال الدعم والرعاية المستمرة والمختلفة وغير المسبوقة في حجمها وفي معدل الإنفاق الذي يقدم لها وعبر المسارات التي تتبعها، سواء كانت عبر مسارات متوازية أو عبر مسارات تلحق بعضها ببعض، إلا ونحن نتحدث أيضا عن المشروعات التي قدمتها الدولة. إذا كنا نتحدث عن شق التمكين الاقتصادي، عن شق الدعم الخدمي، عن شق التحول الرقمي في عموم محافظات الجمهورية، في المحافظات التي تشكل الشريحة الأساسية المستهدفة في هذا المشروع، في صعيد مصر بالدرجة الأولى المحافظات التي تسجل معدلات إنجاب أعلى، المحافظات التي تعرف بنسب الخصوبة المرتفعة، فإننا نتحدث أيضا وبالضرورة عن المشروع الذي يذهب مباشرة بمؤسسات الدولة المختلفة، بمرتكزات التنمية التي قدرتها الدولة في استراتيجية التنمية المستدامة 2030 وضمن محاور التنمية المستدامة المقرة عالميا، سواء كانت في خطة التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 أو تحت مظلة الاتحاد الإفريقي 2063 ضمن المشروع القومي حياة كريمة. هذا المشروع الذي يقدم أشكال الدعم المختلفة والكبيرة لما يزيد على 60% من سكان جمهورية مصر العربية في عموم محافظات مصر. نحن نتحدث عن محافظات الصعيد بالدرجة الأولى التي ذهب هذا المشروع ليطرق أبوابها، وهو المشروع ذاته الذي وفق ما يمكن وصفه بنظرية الأوان المستطرقة في التنمية، فإن خطوة واحدة في مسار تنموي واحد يرجى منها صحيح ضبط هذا المسار في ذاته، لكنه أيضا وبحكم الضرورات ستستفيد منه كافة المسارات الأخرى المرتبطة بهذا الإطار التنموي. كنا نتحدث عن رغبة في تحقيق معدلات معتبرة من ضبط النمو السكاني، فإن المسألة هذه ليست غاية في حد ذاتها، صحيح أنها هدف استراتيجي تعمد عليه الدولة على مدار السنوات الماضية وعلى مدار كل السنوات، كنا نصعد قليلا ونقل قليلا، نحقق منجزات في بعض الأحيان ثم نتراجع في أحيان أخرى، لكن هذه المرة الأمر ليس مرتبط بهذه الغاية أو بهذا الهدف كهدف أساسي دون سواه، إنما تعمل الدولة على رؤية متكاملة يعلى فيها منطق العلم وتعلى فيها قيمة الإحصاءات والأرقام. إذا كنا نتحدث عن معدلات النمو التي كنا نحققها قبل تداعيات وتأثيرات جائحة كورونا، وإن كنا والحمد لله أيضا نحقق معدلات نمو موجبة بندرة إيجابية يمكن أن تحققها اقتصادات دول العالم، فإننا مهما بلغت الأرقام التي يمكن أن تكون مستهدفة أو متحققة في المستقبل القريب، وصلت إلى 5.9% أو وصلت إلى 6% أو أكثر من ذلك، فإنها لا يمكن وبحال من الأحوال أن تلبي متطلبات التنمية الحقيقية وفقا لمعدلات النمو السكاني المضطرد. نحن نتحدث عن زيادة سكانية في السنة الواحدة تجاوز ما بين 2 إلى 1.5 مليون، وربما الرقم أكبر من ذلك في بعض الأحيان. نحن نتحدث عن زيادة في السنة واحدة تزيد تقريبا عن تعداد دولة بأكملها، تعداد اقتصاد بأكمله يعتاش عليه شعب بأكمله. نحن نحقق أو ننجز هذه الزيادة في سنة واحدة، وبالتالي ضبط النمو السكاني إذا كان هدفا موضوعا فإنه ليس هدفا استراتيجي ولا هدف سواه، وإنما الهدف الحقيقي المقصود هو ما بدأنا به هذا الحديث عندما قلنا أن الغاية المتوخاة من كل جهد تقدمه الدولة هو تحقيق الرفاه المعيشي، تحقيق نقلة نوعية في حياة البشر على مستوى محافظات الجمهورية المختلفة وباختلاف شرائحهم ومكوناتهم. لا يمكن النظر بعين جادة، عين معتبرة لما يمكن أن يحدث إلا إذا كنا نتحدث عن انعكاس مباشر لمعدلات النمو المتحققة أو المستهدفة أو التي ينتظر أن تتحقق على مدار السنوات الماضية، إلا إذا كان هناك تناسب علمي مباشر بين
ما نحققه من معدلات نمو وما ننجزه أيضا على مستوى هذه القضية، قضية ضبط النمو السكاني. ده كنا بدأنا الحديث أيضا بما بات يعرف في علم الديموغرافيا وفي علم السكان بالارتقاء بجودة الخصائص السكانية، فإننا أيضا وبالضرورة سنتحدث عن هذا المعدل، عن معدل النمو السكاني المتزايد. 2.5 مليون طفل يولدون في السنة الواحدة يستتبع بالضرورة بحجم احتياج كبير لعدد الفصول الدراسية التي يمكن أن تلبي احتياجات هذا العدد الضخم في سنة واحدة، عن حجم فرص العمل التي تريدها هذه الفئات الشابة التي بعد نحو عقد ونصف العقد ستكون وصلت إلى مرحلة مختلفة والعدد سيكون أكبر من ذلك بكثير. لكانت الدولة تمضي بخطواتها نحو مسارات تنموية مختلفة وأنجزت بالفعل في ذلك شيء لا ينكره إلا مكابر، فإنه ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نشهد انعكاسا حقيقيا لهذه الآثار المباشرة لمعدلات النمو المتحققة إلا إذا كان هناك نسبة متقاربة أو مستجيبة لمعدلات النمو المحققة. الارتقاء بجودة الخصائص السكانية هذه تأتي عبر المسارات المحددة المباشرة، المسارين الأساسيين هما الصحة والتعليم، يضاف إليهما بالطبع الارتقاء بجودة الحياة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين من بنى تحتية ومن رعاية على مستوى خدمات الصرف الصحي، خدمات الغاز الطبيعي. الارتقاء بجودة الحياة من حيث أنها هدف أسمى تقدمه الدولة عبر كل الجهود التنموية وعبر كل المسارات التي تنشط فيها، سواء كانت عبر جهود وطنية مباشرة أو عبر شراكات تنموية مع مؤسسات مختلفة. في هذه النقطة تحديدا في العاصمة الإدارية الجديدة في سبتمبر من العام المنقضي عام 2021 كان البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة هنا يعتمد تقرير التنمية البشرية مصر 2021 والذي أعد بالشراكة مع الحكومة المصرية، وكانت المحاور متعددة ومتتالية التي تطرق إليها هذا التقرير. تقرير التنمية المستدامة مصر 2021 كان يتحدث عن محاور مرتبطة بالصحة، محاور مرتبطة بالتعليم، محاور مرتبطة بخدمات جودة الحياة، محاور أو محور مرتبط بجسر الهوة ما بين الريف والحضر كغاية أساسية من شأنها أن تقلل تريف الحضر أو تريف المدن كما يعرف أيضا وفق بعض العلوم السكانية، لكنه كان هدفا أساسيا عمدت إليه الدولة وهي تقدم جهدا وطنيا خالصا. إذا كنا نتحدث عن غايات أساسية تحققها الدولة أو تريد الدولة أن تحققها في هذه الآونة، فالأمر أيضا كان مرتبط بدراسة وباستراتيجية وطنية وضعت قبل سنوات، الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة مصر 2030. هذه المحاور التي وضعت لم تكن لتوضع إلا بعد دراسة مستفيضة، وما كانت لتوضع إلا بعد جهد وطني مخلص من جانب مؤسسات الدولة ومن جانب الخبراء والمتخصصين المستقلين الذين أسهموا في وضع هذه الاستراتيجية التي كانت بدورها أيضا قابلة للنمو والتغيير والتطور تبعا للتغيرات والتطورات التي كانت تطرأ على هذا النحو. إذا كنا نتحدث عن أهداف أساسية في هذا المشروع، المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يذهب مباشرة صوب المحافظات التي تسجل معدلات نمو أعلى، التي تسجل نسب إخصاب أكبر، فإننا نتحدث عن محافظات ذهبت إليها الدولة في السنوات الماضية بكل أشكال الجهود المختلفة. إذا كنا نتحدث عن خواتيم العام المنقضي في ديسمبر تحديدا من عام 2021 حيث كان السيد الرئيس يقدم أسبوعا كاملا، لا يوما واحدا، أسبوع متكامل للصعيد، لتنمية الصعيد، لافتتاح المشروعات التي شهدها قطاع الصعيد في عموم محافظاته وبمختلف قطاعاته، فإننا نتحدث وبالضرورة أيضا عن حجم إنفاق جاوز 1.3 تريليون جنيه في معدل إنفاق لم يسبق أن شهده أو أن شهدته محافظات الصعيد على مستوى السنوات والعقود السابقة. إذا كنا نتحدث عن حجم احتياج كبير كما يقول السيد الرئيس، حجم الاحتياج في الصعيد كان كبيرا وبالتالي حجم الجهد كان أكبر وبالتالي حجم الإنفاق كان أكبر، فإنه من بين الغايات التي كانت تتوخاها هذه المشروعات هي الارتقاء بجودة حياة المواطنين، هي تغيير الواقع المعيشي الذي يحياه المصريون. الجزء الأساسي الذي يشكل مكونا أساسيا ضمن المكونات التي ذهبت إليها الدولة في السنوات الماضية كان تغيير نظرة المصريين في قضايا مختلفة، تغيير الفلسفة التي يتعامل معها المصريون، وبالتالي كان جزء من الشراكة التي يقوم عليها المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية جزء مرتبط بالجانب الثقافي والتوعوي والتعليمي، وبالتالي فالحضور سيكون بارزا وحاضرا وأساسيا ضمن مراحل العمل بمستوياته المختلفة في هذا المشروع، من رجال الدين الإسلامي والمسيحي، من جانب المؤسسات الثقافية التعليمية التوعوية التي يمكن أن تقدم جلسات تناسب البيئات الثقافية المختلفة، الحديث الذي يمكن أن يذهب إلى محافظات الصعيد في إطار توعوي أو تثقيفي يقدم رؤية مختلفة حاضرة في أذهان هذه البيئة بما يناسبها وبما يتسق مع أفكارها ويخاطب جذور وأعماق هذه المشكلات وفق البيئة التاريخية، ستختلف بالضرورة عن الإطار الثقافي والتوعوي الذي يمكن أن يقدم في محافظات الدلتا أو في محافظات القاهرة الكبرى. وبالتالي إذا كان هذا الجهد يقدم في هذا المسار
يستهدف غايات بعينها، يستهدف أهدافا بعينها، فإن الاستراتيجية التي تتعامل معها الدولة أيضا كانت استراتيجية أشمل وأكثر مرونة من أن تتعامل وفق قوالب جامدة أو أطر صلبة، وإنما إطار جامع مرن يمكن أن يتغير وأن يتطور وأن يتكيف مع البيئة التي يذهب إليها. هذا جانب مثلا من أشكال الجهود الثقافية والتعليمية والتوعوية التي ستكون محورا أساسيا من بين المحاور التي تقدمها الدولة في إطار مشروعها القومي لتنمية الأسرة المصرية. إذا كانت الأسرة المصرية هي التي تنظر إليها الدولة بعين الاعتبار باعتبارها اللبنة الأساسية التي تقوم عليها الدولة، وإذا كان المواطن المصري هو بطل كل المراحل التي خاضتها الدولة في السنوات الماضية وعلى رأسها مشروعات الإصلاح الاقتصادي المصري التي خاضتها الدولة على مدار السنوات الماضية، وكثيرا ما وجه السيد الرئيس الشكر للمواطن المصري في المحافل الداخلية وفي المحافل الخارجية باعتباره كان البطل الحقيقي لمعركة الإصلاح الاقتصادي، فإن الأسرة المصرية تنظر إليها الدولة باعتبارها ليست مسألة رفاهية وإنما الحفاظ على تماسك الأسرة المصرية وعلى قوة ومتانة العلاقات بين مكونات الأسرة ومكونات المجتمع هي جزء أساسي من حفاظي على أمن وعلى بناء هذا المجتمع. النظر إلى الأسرة المصرية وما يتعين علينا أن نحافظ عليه من مكتسبات قيمية وأخلاقية ودينية ومجتمعية عهدها المصريون منذ أجيالهم السابقة وحتى هذه اللحظة تتعامل معها مؤسسات الدولة باعتبارها هدفا أساسيا ونقطة استراتيجية كمكون أساسي من مكونات الأمن القومي المصري. الأسرة التي يحافظ فيها أبناؤها والقائمون عليها من مؤسسات الدولة المختلفة ومن المعنيين بها، أن تكون الدولة قد وضعت إطارا ومحورا خاصا بالتحول الرقمي ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية لخلق بيئة متكاملة مترابطة تقوم على أساس الربط الإلكتروني بين كل البيانات التي تقدمها الدولة بمؤسساتها المختلفة فيما يخص الزيجات، فيما يخص المستفيدين من برامج الدعم التي تقدمها الدولة للأسر المصرية المختلفة وخصوصا الأسر الأولى بالرعاية أو الأولى بالاحتياج، فهذا سيكون ضمن مظلة ربط إلكترونية واحدة متكاملة يمكن لكل جهات الدولة وكل مؤسساتها أن تنظر إليها نظرة واحدة وبالتالي تبني عليها ما شاء أن تبني عليها من استراتيجيتها المستقبلية فيما يخص بناء الأسرة الذي يقوم في غايته وفي هدفه الأسمى على الأقل ضمن المحاور القائمة على هذا المشروع، يقوم على الارتقاء بجودة حياة جودة الحياة وجودة الخصائص السكانية للمكون السكاني والديموغرافي المصري. الهدف الذي تتعامل معه الدولة كما أشرنا يقوم على مجموعة من الأهداف المترابطة التي قامت بالأساس على خطوات اتخذتها وأقدمت عليها الدولة على مدار السنوات الماضية. إذا كانت التنمية تقوم بشكل مباشر على استهداف معايش الناس، على استهداف حياتهم، على استهداف تغيير واقعهم المعيشي، فإنها لا يمكن أن تأتي كقرار واحد وإنما عبر جملة من المسارات التي تتخذها الدولة. المشروعات التي قامت بها الدولة في المسار البنائي، في المسار الإنشائي، في مسار تغيير الواقع الحضاري لمصر، الحفاظ على القيمة التاريخية الكبيرة لمصر والبناء بأنماط جديدة ومختلفة كالوجهة التي نحن فيها الآن العاصمة الإدارية الجديدة، هي التي تسير معها وجنبا إلى جنب أهداف أخرى للتنمية. الدولة تريد خفضا مباشرا في معدلات البطالة وتوفير فرص العمل وقد تحقق هذا الهدف، ومن بين هذه الأهداف عبر تقليل معدلات البطالة وخلق فرص العمل يتحقق جانب كبير من الاستقرار المعيشي والحياتي الذي تريده الأسر. تزويد الناس بما يحتاجونه من سبل العيش الكريم واللائق هو هدف من بين الأهداف الأساسية التي كانت الدولة تحرص عليها وهي تقدم استثمارات كانت أقرب لأن تكون استثمارات تريليونية. نحن تعرضنا مثلا للرقم الذي أنفقته الدولة على مدار السنوات الأربع أو الخمس الماضية في صعيد مصر، فقط أنفقت ما يربو على 1.5 تريليون جنيه في قطاع واحد فقط في الجمهورية، قطاع الصعيد بمحافظاته المختلفة ضمن المشروعات التي أنفقت فيها الدولة هذا الإنفاق. هذا يعني أن فرص عمل كبيرة وفرت، هذا يعني أن هناك حجما كبيرا من الدعم قدم لهذه الأسر بأشكال مختلفة، لكنه في هذه المرة سيقدم بمسار منضبط يقدم تحت مظلة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية. أكيد في مصر.
المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، أرحب بسيادتك يا فندم، الحضور الكريم، أرحب بحضراتكم جميعا، ويسعدنا اليوم أن نشهد معا إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي يعد خطوة جديدة من خطوات بناء الإنسان المصري وملمحا جديد من ملامح بناء الجمهورية الجديدة. فقد وضعت الدولة المصرية في أولوياتها معالجة قضية الزيادة السكانية حتى يتحقق الهدف الأسمى في بناء الإنسان المصري وتوفير حياة لائقة للأسرة المصرية. هذا المشروع يسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية، من بينها ضبط معدلات النمو السكاني والارتقاء بخصائص وجودة حياة المواطن والأسرة المصرية، وأيضا رفع الوعي بقضية ومشكلة الزيادة السكانية. إذن فالإطلاق اليوم هو إعلان لبداية عمل شاق بآليات مختلفة وأداء مختلف، وأيضا تخطيط جيد ومتابعة مستمرة. فما سيبدأ اليوم لن يتوقف ولن تتوقف عملية متابعته وتقييمه حتى نصل للهدف المرجو كما ذكرنا في البداية، وهو تحسين وتنمية أوضاع الأسرة المصرية. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، السادة الحضور، يشارك في هذه الجلسة النقاشية جهات وقطاعات مختلفة، حكومية وغير حكومية، جميعها تجتمع حول خدمة هذا المشروع وتكامله، وذلك لتحسين أوضاع الأسرة المصرية. اسمحوا لنا بتقديم متحدثي هذه الجلسة من الجهات المختلفة. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة هالة سعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بأعمال وزير الصحة، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، الأنبا يوليوس أسقف عام الخدمات العامة والاجتماعية، الدكتور ماجد عثمان رئيس المجلس المصري للبحوث الرأي العام وخبير السياسات السكانية، الدكتورة نهى طلعت عضو الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، الأستاذة يوستينا ثروت رئيس قطاع الفئات الأولى بالرعاية بمبادرة حياة كريمة. أهلا ومرحبا بكم جميعا، ونرجو من الله أن نوفق في مشاورات هذه الجلسة لخدمة المواطن المصري وتوصيل المعلومة كاملة لتحقيق الهدف الأسمى من هذا المشروع، وهو تنمية وتحسين جودة حياة المواطن المصري. ننوه قبل بدء هذه الجلسة أن للسيد الرئيس حق التعقيب في أي وقت يشاء أثناء كلمات المتحدثين، ونرجو كل الرجاء من السادة المتحدثين الالتزام بالمدة الزمنية المحددة حتى يتسنى للجميع المشاركة بفاعلية. السادة المتحدثين، أرحب بحضراتكم مرة أخرى، والآن نبدأ هذه الجلسة مع كلمة دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وليتفضل سيادته لإلقاء الكلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، السيدات والسادة الحضور، اسمحوا لي طبعا في البداية ان انا ارحب بحضراتكم اليوم في مناسبة اطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية. والحقيقة هذا المشروع اللي بيأتي مكملا لجهود الدولة وتوجيهات فخامة الرئيس لتطوير الدولة المصرية والتوجه نحو الجمهورية الجديدة، واللي بدأناه كدولة مصرية على مدار السبع سنوات الماضية من خلال حزمة من المشروعات القومية التنموية الكبيرة اللي بتتنفذ على كل ربوع مصر. والحقيقة يمكن يعني الحجم التنمية اللي الحمد لله الدولة المصرية قامت بيه على مدار السبع سنوات الماضية بالتأكيد هو حجم نمو غير مسبوق في تاريخ مصر على الإطلاق، ويعني بيأتي كخطوة من ألف خطوة كما يعني دائما يقول فخامة الرئيس نحو تنمية هذا الوطن العزيز. واسمحوا لي هنا يمكن أن أتوقف إن يعني
احنا كدولة وكحكومة لما وضعنا رؤية مصر 2030 وخطة الحكومة تحت عنوان مصر تنطلق، كان احد اهم مكونات هذا البرنامج هو هذا المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، واللي هدفه مش فقط موضوع الحد او التنظيم الزيادة السكانية، ولكن الهدف الاساسي هو الارتقاء بجودة المواطن، بجودة الحياة، والارتقاء بالعنصر البشري اللي هو قوام هذه الدولة. الدولة المصرية النهاردة انفقت وبتنفق على حجم مشروعات كبير تجاوز 6.2 تريليون جنيه على مدار السبع سنوات الماضية في عشرات الالوف من المشروعات اللي بتتنفذ في كل ربوع مصر سواء في الريف او الحضر، بهدف فعلا ان احنا نعوض الظروف الصعبة اللي مرت بها مصر على مدار فترات ويعني وعقود سابقة، وتأخرنا في حاجات كتيرة نتيجة للظروف اللي مرت بها مصر. فالنهاردة احنا يعني بما يتم تنفيذه على الارض وبشهادة العالم كله، يعني بالرغم من كل الظروف العالمية الصعبة جدا، هو بجميع المقاييس هو اعجاز. ولكن على الجانب الاخر، هل النهاردة احنا شايفين ان ده يكفي للدولة المصرية والمحاولة معالجة التراكمات السابقة؟ بالتأكيد مع ضخامة التراكم السابق، والأهم كمان والأصعب، الاحتياجات الحالية والمستقبلية اللي بتحصل مع الزيادة السكانية، الموضوع بيبقى يعني شيء شديد الصعوبة والتعقيد ان احنا كدولة نقدر نتواكب مع حجم هذه التحديات. ويمكن عشان كده، يمكن لما فخامة الرئيس اطلق يعني اللي انا بعتبره اكبر مشروع في العالم النهاردة بيتم تنفيذه، مشروع حياة كريمة، واللي بيستهدف 60 مليون مواطن في الريف المصري، ده بجميع الاحوال مشروع ضخم جدا ومشروع بكل المقاييس العالمية، مشروع فريد من نوعه، عشان فعلا نحقق جودة حقيقية للحياة ل60% من الشعب المصري في خلال 3 سنوات، علشان نقدر نغير ونعوض ونغير وجه الحياة هناك. ولكن القضية الحالة اللي احنا النهاردة بنتوقف عندها كحكومة ولسان حالة، طب وماذا بعد؟ على الرغم من كل هذه الجهود اللي بتبذل، ما زال التحدي قائم. والتحدي قائم في بمنتهى الأمانة الزيادة الكبيرة والمستمرة بالسكان، واللي بيقابلها على الجانب الآخر وفورا احتياجات جديدة في كل مناحي الحياة، في تعليم وصحة ومواد غذائية ومياه وأراضي للتنمية وإسكان. حجم هائل النهاردة إحنا كدولة دائما بنتوقف عنده ونجابهه في كل سنة وإحنا بنحط الموازنة. فخامة الرئيس، احنا في هذه المرحلة، ويمكن لا يخفى على احد، احنا بنعمل الموازنة الجديدة للعام المالي القادم، وببدأ بتناقش مع كل زملائي الوزراء على حجم الاحتياجات الجديدة اللي احنا محتاجينها. وطبعا بمنتهى الامانة، وانا اسمحوا لي بس حدي بعض الامثلة البسيطة، بنواجه بحجم ارقام يعني حتى قدرات الدول المتقدمة لا تستطيع ان تجابهها. انا حدي سبيل، حدي رقم بس واحد هتوقف عنده. احنا النهاردة في عام 21 الزيادة الطبيعية لمصر تقريبا 1.5 مليون نسمة، وهي الفرق ما بين المواليد والوفيات. 1.5 مليون نسمة دول عشان نعرف احتياجاتهم قد ايه، انا حدي مثل واحد. اذا افترضنا ان اي مدرسة واي فصل تعليمي عشان يبقى عدد فيه مناسب، من المفروض بنقول من 30 طالب، هقول حد اقصى واتجاوز 40 طالب، يبقى انا كدولة محتاج كل سنة اضيف 40 ألف فصل جديد عشان هذه الزيادة السكانية. 40 ألف فصل، تكلفة انشاء الفصل النهاردة فقط 0.5 مليون جنيه. هنا بتكلم على الفصل جوه، يعني لما بحسب قيمة المدرسة بقول دي فيها 20 فصل، يبقى تكلفة المدرسة على طول كده بقول 10 مليون بكل خدماتها بكل شيء. يبقى انا لو بتكلم على 40 ألف فصل في 0.5 مليون، يبقى حضراتكم بتتكلموا على 20 مليار جنيه كل سنة انا محتاج اضيفهم عشان ابني فقط فصول. ده ناهيك على ان انا محتاج اعين ليهم معلمين ومدرسين وتكاليف تشغيل وصيانة طائلة. طب احنا عندنا تراكمات قد ايه؟ عندنا تراكمات بتصل الى حوالي 200 ألف فصل النهاردة موجودة من الفترات السابقة، وبنشتغل بكل قدرات الدولة الهائلة عشان نحاول نخفض هذه الفجوة.
طب إذا كنا قادرين على هذا الكلام بالإمكانيات الكبيرة والدفع والدعم الكبير والمتابعة المستمرة من سيادة الرئيس لتنفيذ المشروعات بأعلى معدلات، طب هنعمل إيه في الجديد اللي كل سنة مطلوب مني أضيف هذه الأرقام الهائلة؟ الكلام ده بينطبق على الصحة، بيتكلم على حجم مستشفيات كل سنة أنا مطالب كدولة أضيفها لإمكانياتنا وقدراتنا، ومش فقط مباني، أنا بتكلم هنا مباني وبنية أساسية وعنصر بشري يقوم على هذه الخدمات. فالنهاردة إحنا كدولة مجابهين بحجم تحدي على جميع المقاييس لما بنتناقش بيه مع كل الحكومات المماثلة وكل الحكومات المثيلة، دائما لسان حالهم بيقولوا انتوا بالنسبة لكم طب وماذا بعد؟ انتوا شايفين الدنيا هتروح لفين بعد 10 سنين و15 سنة مع القدرات بالرغم من كل المشروعات اللي احنا شايفينها انتوا بتنفذوها على الأرض هائلة، ولكن على الأرض برضو عندكم التحدي بتاع التنمية البشرية وزيادة عدد السكان، واحنا هنعمل فيه ايه؟ والنقطة الأساسية ويمكن عشان كده برضو اللي أنا حابب أديها كمثل قضية المياه والأمن الغذائي. احنا النهاردة لو نتذكر جميعا في 1950 كان عدد سكان مصر 20 مليون نسمة. احنا النهاردة يعني في شهر مارس طبقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هنبقى 103 مليون. يعني زدنا 5 أضعاف. نصيب كمية المياه اللي بتصل لنا كمية ثابتة. احنا لما كنا عند عدد سكاننا 55 مليون نسمة احنا كنا وصلنا إلى حاجز أو حد الفقر المائي. لأن ببساطة شديدة احنا مواردنا كلنا عارفين من مياه النيل 55 مليار مع بعض الموارد الأخرى بتصل إلى 60-62. فالنهاردة تعريف الفقر المائي هو نصيب الفرد 1000 متر مكعب في السنة. مصر لما وصل عدد سكانها ل 60 مليون احنا بدأنا الدخول في حد الفقر، النهاردة احنا 103. معنى كده ان تراجع نصيب الفرد من المية الى ما يساوي 550-580 متر مكعب فقط، يعني حتى نصف معدل الفقر اللي المفروض كنا نبقى عليه. طب اذا كنا النهارده مع كل الدعم الهائل اللي بتقوم بيه كل مؤسسات الدوله وخطه النهارده الدوله المصريه بتنفذها للاستفاده من كل قطره مياه، النهارده احنا عندنا يعني توجيهات فخامه الرئيس وتنفيذ المشروعات اللي بنعملها في كل رقعه من مصر لمعالجة مياه الصرف الصحي والزراعي وتحلية المياه والاستفادة من كل نقطة مية كانت موجودة النهاردة وتطهير البحيرات والترع وتبطين الترع، كل ده عشان نوصل إلى أقصى استفادة ممكنة من مواردنا المائية الموجودة حاليا ونغطي الاحتياجات الحالية للعدد السكان اللي موجود. طب نتخيل مع بعض لو استمر نفس هذا المعدل في الزيادة كيف سيكون الحال كمان 20 سنة مع نفس كمية المياه اللي موجودة؟ هيبقى لا يوجد بديل قدامنا غير موضوع تحلية المياه والتوسع في تحلية مياه البحر، وده بديل حتى هذه اللحظة بديل شديد التعقيد، تكاليفه كبيرة ومش هينفع ان انا استغل هذه الموارد عشان ابدأ ازرع بيها ولا اعمل، هيبقى بالكاد ان انا اوفر مياه شرب او مياه للناس. فده تحدي ضخم جدا النهاردة احنا كدولة محتاجين ان احنا كلنا كمواطنين نتوقف شكل بلدنا. اذا كنا النهاردة بنصارع الزمن والدولة المصرية بتصارع الزمن علشان انها تعوض ما فات، طب كيف سيكون المستقبل كمان 20 سنة؟ كيف سيكون الحال لو احنا النهاردة بعد 20 سنة بقى عدد سكاننا يقترب من 150 مليون؟ كيف يمكن ان يعني نتخيل او يعني نفكر كده الدوله المصريه هتدير ازاي هذا العبء الكبير؟ لان الموضوع ليس فقط هو مشكله، ودائما ده انا حابب ان انا اقولها بصوره واضحه لكل المصريين، دائما ينظر لهذا الموضوع يمكن من بعض المواضيع منظور ثقافي موضوع ديني، ويعني ان احنا العنصر البشري هو عنصر اكيد عنصر ايجابي وكل الدول بتقاس ب العدد السكان وقدراتها، ولكن الموضوع ليس عدد فقط، الموضوع في الأساس هو جودة العنصر البشري. جودة العنصر البشري، هل هذا العنصر اللي موجود والفاعل على أعلى مستوى من التعليم والوعي والثقافة والصحة وعنده القدرة إنه ياخد كل خدماته، ولا هو مش قادر إن هو يحصل على هذا الكلام لأن موارد الدولة اللي هو موجود فيها ليست قادرة على
توفير هذه الخدمات بالرغم من كل الجهود الهائلة اللي بتتعمل جوه الدولة، لان الموضوع معلش انا اسف اقول ارقام في الاخر، قدرات موارد طبيعية موجودة في هذه البلد قصاد النمو السكاني اللي بيحصل. وهذا الموضوع اكده الدستور المصري في المادة 41 اللي قال ان الدولة المصرية لازم تحط برنامج للتنمية والترشيد السكاني في ضوء تعظيم ان احنا عايزين نستفيد بالموارد المتاحة لدينا طبيعية، وان احنا ازاي ننمي العنصر البشري. وبالتالي القضية اللي النهاردة بنطرحها يعني قدام حضراتكم جميعا ان حان الوقت لينا كمصر ان يكون لينا استهداف حقيقي لقضية الزيادة السكانية، وان احنا كلنا كمواطنين ننظر لهذه القضية انها قضية امن قومي وقضية حياة او موت وبقاء لهذا الوطن، لان كل زيادة كبيرة واللي مش هنقدر احنا كدولة نستطيع بمواردنا الطبيعية نلبي الاحتياجات الاساسية اللي الينا هيبقى ده شيء عنصر سلبي وضاغط علينا كلنا، ولازم ان احنا ننظر لهذا الموضوع. ما يبقاش لسان حال الاسرة المصرية، انا اسف اقولها، ما يبقاش كل واحد فينا بيقول هي جت عليا انا على الاولاد بتوعي. لا، احنا لازم ان احنا ناخد في اعتبارنا المستقبل الفترة القادمة وكيف نتعامل معها. احنا الحقيقة درسنا في خلال هذا المشروع تجارب الدول الاخرى، وشفنا الدول الاخرى تعاملت مع هذا الموضوع ازاي، وحطت ازاي عدد كبير من هذه الدول البرنامج بتاعها كان مكون من يعني مزيج من الحوافز الايجابية والحوافز السلبية. لكن احنا بقدر الامكان من خلال هذا البرنامج وضعنا النهاردة رؤية واضحة جدا الى ان احنا بنحاول نغلب اولا الوصول لكل المواطنين بكل الخدمات الاساسية اللي هم عايزينها عشان نساعدهم في موضوع تنظيم الاسرة، في اعطاء بعض الحوافز الايجابية للاسرة المصرية عشان تشجعها على الوصول للهدف اللي احنا نتمنى الوصول اليه ان يبقى معدل الانجاب بحد اقصى طفلين في الاسرة الواحدة. كل ده اتحط والنهاردة يمكن هيشرحه زملائي معالي الوزراء لحضراتكم عشان نوصل لكلنا للهدف ان احنا نكون شايفين مصر فعلا في خلال 10-15 سنة القادمة بتحقق اعلى معدلات تنمية، والمواطن المصري يستطيع فعلا ان يشعر بان كل الجهد الهائل اللي بيحصل النهاردة بيصل اليه فعلا بصورة مرجوة، لان هو ده التحدي الرئيسي اللي احنا كلنا شايفينه النهاردة مع بعض، واللي دائما احنا كلنا بنفكر فيه كمجموعة. طب اذا كنا النهاردة مع كل حجم لهذا العمل وكل الجهد وكل الاستثمار اللي الدولة المصرية بتنفذه وقادرين النهاردة بنتواكب او بنتماشى مع حجم التحدي، طب ايه اللي هيحصل كمان 10-15 سنة؟ ولازم كلنا نتوقف عند هذا السؤال مع استمرار الزيادات بالصورة الكبيرة اللي موجودة. اعتقد انا حابب ان انا اختم كلمتي بانه حان الوقت لينا كلنا كمصريين، وهنا انا مش بنفصل ما بين الحكومة والشعب، ان احنا كلنا نتحرك مع بعض على تحقيق هدف ان احنا كيف نرشد ونقلل من الزيادة السكانية على مستوى الدولة المصرية على الأقل في 10-15 سنة القادمة، علشان نستطيع فعلا ان احنا نعوض التراكمات ونخفض التراكمات اللي موجودة سابقا ونحقق زيادة في معدلات جودة الحياة لكل المواطنين بتوعنا ان شاء الله في اطار الرؤية والدعم الكبير اللي الدولة المصرية النهاردة بتقوم بيه من مشروعات والتوجيهات الكبيرة اللي بتقوم بيها القيادة السياسية عشان نحقق كل مستهدفاتنا لغاية 2030. انا بتوقف عند هذه الجزء وبشكر حضراتكم جميعا. شكرا جزيلا للدكتور مصطفى مدبولي. شكرا جزيلا للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. هذا المشروع القومي يحمل اسم الأسرة المصرية في عنوانه، لذلك كان لابد من أن نستطلع آراء الأسر المصرية بمختلف فئاتهم وأعمارهم وفي مناطق ومحافظات مختلفة لنسألهم عن خصائصهم السكانية وتأثيرها على أحوالهم المعيشية. خمس عيال. معايا ستة. عندي خمس. عندي ولد وبنت. معايا ستة. معايا أربع أولاد. ثلاث أولاد. معايا ست عيال. ومعايا ست أولاد. في بيبي لسه نيو بورن، أنا في شهر الخامس.
امر ربنا. لا اله الا الله. اراده ربنا بقى هنعمل ايه؟ نصيبهم يجوا عدينا هنعمل ايه؟ والله كان عصرنا كده في المده دي. فين الدنيا وفي الناس يا ابني؟ كنت متفق على اثنين بس ربنا اراد بالثالث. هو احنا كنا متفقين على ثلاثه بس انا حسيت ان انا مش قادره على المجهود ومحتاجه مساحه بتاعتي ومساحه ليهم، فكان كده بالنسبه لي كفايه لمقدرتي. عشان اعرف اربيه كويس، اعرف اعلمه كويس، اعرف اعيشه في المستوى اللي انا كان نفسي ان هو يفضل عايش فيه طول حياتي. فعلا كنت نفسي في ولد، ونقول كل ما تيجي بنت يمكن ربنا يرزق ولد. خلفت يعني لغايه ما جبت الولد. لغايه ما جبت الولد. البيت عندي مطرح واحد. دي اوضه صاله، هنسمهم ازاي؟ في سرير للبنات وفي سرير للولد. بنت بتنام مع سته والصبيان بيناموا بره في اوضه البرانيه. بيناموا في الارض واللي بينام على السرير واللي بينام تحت السرير. علمنا كويس، دخلنا كليات كويسه. اعتقد لو انا لو كان عندي كذا اخ وكذا اخت كان الموضوع هيبقى اصعب كده. لو كان اثنين كنت قدرت اللي انا اعلمهم، لكن انا ما عنديش حد متعلم. لا فيهم واحد متعلم، اصل احنا بنخلف العيل عشان يطلع يسندنا. ابني مشغل نقاش كان يطلع من المدرسه وبيشتغل عشان يساعد معايا. اسيبه يشتغل جنب تعليمه عشان يساعد معايا. والدي انا مخلف سته، كنت بشتغل من رابعه ابتدائي، بصرف على نفسي لحد ما وصلت الدبلوم. خرجت من التعليم، ده هو بيشتغل معايا عشان بيساعدني. انا مسايل عشان يساعدوني. ما رضيش والله يتعلم. لا ما اكدبش عليك ان انا مقصر معاهم. طالع عيني. تربيتنا العيال تعبتنا خالص. مجهود كبير، شقى وتعب. ما هم الخمسه بياكلوا في رقبتك. يعني مثلا الولد عايز مثلا اربع كشاكير اجيب له اثنين، عايز لبس زي زمولات، عايز كوتش او لبس العاب زي زمولات ما اجيبلوش. هفسح مين وعلى حد ما حاجه للفسحه؟ اركب العربيه بنام من التعب والشقى اللي احنا فيه. طفل واحد هيكون فيه طاقة أكتر ليه واهتمام بيه مادياً ونفسياً. لما إحنا بنزيد الجودة بتقل. كل حاجة متخصصة لكل حد هتبدأ تبقى بتتوزع على ناس كتير قوي، يعني مفيش حد هياخد الفير بارت بتاعه. الجواز بقى له 11 شهر ومعايا بنت واحدة بس، خلفة كمان وخلاص. معايا ثلاثة. كل معايا ثلاثة. قلنا ثلاثة عشان إن شاء الله تبقى يعني معيشة وتربى كويس وتعلم كويس، لأن إحنا كان عندنا تجربة، والدي كان تسعة، فطبعاً كانت الحياة صعبة شوية. أيوه. فإحنا بقى خدنا خوض التجربه دي والحمد لله. عندي الحمد لله بنتين على الاقل خالص، واخدين حقوقهم في التعليم، في التربيه، في المحبه، في الحب، في الحنان. ما ينفعش انا ابقى عارف ان انا بدخل لي 20 جنيه ولا 60 جنيه كل شهر، بخلف خمس ست عيال. لو على ايامنا كان في تنظيم الاسره والكلام ده كله كان هيبقوا واحد او اثنين بس كفايه كده. لا هو اثنين كده حلو قوي، يعني ياخدوا حقهم في كل حاجه، يعني في الاهتمام وفي الرعايه وفي كل حاجه. لو رجع بيا الزمن والله يا ابني هم اثنين برضه، لان هيعيشوا. لو واحد يبقى باشا ابن باشا، تاكلهم معلقه ذهب. المفروض عيل او عيلين بالكثير خالص. فكره الخلفه كتير هتاثر على صحه، على تعليم، على بجد السكاني في كل حته. لو كانوا اثنين، لو كانوا ثلاثه كنت هنعلمهم. لو كانوا اثنين تبقى المكان حلو. لا لو رجع بيا الزمن واعرف ان الايام هتبقى كده اجيب واحد بس مش اثنين كمان. مشكله الاطفال دي والخلفه الكتيره دي انا مش معاها. الحياه عايزه ان انت يعني بتحسبها صح خالص. انا بقول لك من قناعاتي ما كنتش عايز الخمسه، انا كنت عايز اثنين. كنت عايش في البيت كده بتعرف ما مبسوط. لو رجع الزمن ما كنتش هجيب غير فعلا اثنين، يعني كنت اعلمهم كويس جدا. لازم يبقى يعني المستوى اعلى من كده كتير قوي. انا خلفت اربعه واتبهدلت وعلمتهم، فانا عشان كده وعيت عيالي يخلفوا اثنين. انا ابني لسه متجوز بقاله سنه، بقول له يا ابني كفايه عيل بس، كفايه واحد. عيل ابرك من خمس عيال في الزمن ده. عيل عيلين على قد مرتبه وعلى قد فلوس ان هم جايين يقولوا الحمد لله رب العالمين. مسؤوليه طفل ان انت تطلع طفل سوي وناجح، دي مسؤوليه كبيره قوي. انه يحسبها صح يعني خلف واحد او اثنين بس. انا بنصح اي حد بيقبل على الجواز والخلفه ان هو الاول يحسب امكانياته كويس، وبعد كده يقرر يشوف هو هيخلف واحد ولا اثنين. نقول للناس الجيران كفايه عليك ولد وبنت. محدش قالك ما تخلفش، بس ربنا يعرفوه بالعقل. كلنا نفسنا عيالنا تكون احسن مننا. المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية شريك رئيسي وقائم على هذا المشروع القومي. الآن مع عرض وشرح مفصل لأهداف واستراتيجية هذا المشروع وكلمة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية. بسم الله الرحمن الرحيم.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، السيدات والسادة الحضور الكريم، اسمحوا لي سيادة الرئيس أن أنا أعرض على حضراتكم جميعا المشروع تنمية الأسرة المصرية، وهو جهد جماعي شاركت فيه أنا ومجموعة كبيرة من زملائي من الحكومة المصرية. بس لحظة، البوينتر مش موجود على المنصة. المشروع تنمية الأسرة المصرية، حضرتك الدولة المصرية لما أطلقت رؤيتها 2030 وهي النسخة الوطنية من الأهداف الأممية 17، أيضا تكليفات الرئاسية اللي حضرتك بتكلف الحكومة بيها، خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، برنامج عمل الحكومة، كل هذه الخطط كلها بتركز بشكل أساسي على بناء الإنسان المصري وعلى تحسين جودة الحياة. زي ما تفضل دولة الرئيس، الدولة المصرية بذلت جهد كبير السنوات السبع الماضية، نتكلم على مشروعات قومية وصل الإنفاق فيها إلى 400 مليار دولار، أكثر من 6 تريليون جنيه مصري. عندنا المشروع القومي حياة كريمة اللي هو أيضا يستهدف حوالي أكثر من 50 مليار دولار أمريكي على مدار 3 سنوات، وهو أكبر مشروع تنموي في العالم. كل هذه المشروعات هدفها الأساسي تحسين جودة الحياة للمواطن المصري. انعكست هذه المشروعات بشكل أساسي على تحسن بالفعل في العديد من مؤشرات التنمية البشرية. بنلاقي أنه انخفضت وفيات الأطفال دون الخامسة، نتكلم على ارتفاع في متوسط العمر المتوقع عند الميلاد، نتكلم على انخفاض أيضا في معدلات التسرب من التعليم وارتفاع معدلات الانتقال إلى من الصفوف الإعدادية إلى الصفوف الأعلى. كل هذه مؤشرات هي مؤشرات إيجابية بالفعل، ولكن تحسن هذه المؤشرات واستدامة تحسن هذه المؤشرات بالإضافة إلى مجموعة أخرى من التحديات ما زلنا بنواجهها زي كثافة الفصول اللي عرضه دولة الرئيس، كل ده بيؤكد أن احنا لا يمكن استدامة نتائج التنمية ومؤشراتها الإيجابية بمعزل عن السياسات السكانية. احنا بنحقق النهاردة الحمد لله نقترب من 6%، ولكن استدامة هذه المعدلات وتأثيرها وشعور المواطن بثمار التنمية لا يمكن أن يتم إلا بضبط معدلات النمو السكاني. طيب لما نبص النهاردة على نعرض على حضراتكم الوضع السكاني الحالي والمستقبلي في مصر شكله إيه؟ لما نبص على من 1982 إلى 1991 في ال10 سنين دول مصر زادت ب 17.7 مليون مولود، يعني في المتوسط 1.8 مليون مولود. كان في بعض الجهود تمت فانخفض معدلات الزيادة إلى 1.7 مليون مولود في المتوسط سنوياً. ال10 سنين التالية اللي هي من 2002 إلى 2011 زدنا 20 مليون مولود، يعني من متوسط 2 مليون مولود سنوياً. ال10 سنوات الأخيرة 2012 إلى 2021 زدنا تقريباً 25 مليون مولود، يعني في المتوسط 2.5 مليون مولود سنوياً. 2.5 مليون مولود سنويا ده عدد دولة، في دول عدد سكانها 2 مليون، في 12 دولة على مستوى العالم بيتراوح عدد سكانها بين 2 و 3 مليون، يعني احنا بنزيد كل سنة دولة زيادة بتزيد على الدولة المصرية سنويا. مهم كمان ان احنا واحنا بنحدد أو بنبص على أهمية إن احنا يكون لدينا سياسة سكانية متسارعة، إن احنا نبص على الهرم السكاني. الهرم السكاني المصري، الهرم الديموغرافي النهاردة، لما وفقاً لآخر تعداد قام به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 2017، هناك فرق بين الهرم السكاني في 2017 والهرم السكاني في 2006. أنا أسف، الهرم السكاني في 2006 كان عندي فيه ما يطلق عليه اليوث بلج، عندي فئة الشباب هي الفئة الحاكمة في هذا التعداد. التعداد الأخير اللي تم في 2017 ده عندي ما يطلق عليه قاعدة عريضة من المواليد،
من سن 0 إلى 9 سنوات، هي دي القاعدة العريضة من المواليد في الهرم السكاني ده. ده معناه إيه؟ معناه إن أنا اللي هيبقوا مرشحين لسن الزواج في ما بين 2032 و2040 دول الفئة اللي هتدخل سن الزواج. يبقى إذا لم نتدخل بسياسات سكانية الآن هواجه بطفرة سكانية أخرى خلال الفترة دي. مهم أيضاً وإحنا بنبص على زيادات سكانية إن إحنا ما نبصش فقط على معدل المواليد، ولكن نبص على معدلات الإنجاب. معدلات الإنجاب أكثر دلالة، وهي الحقيقة اللي الواحد بيبص لها وهو بيضع السياسات السكانية. نتكلم على معدلات الإنجاب، وبنبص على معدلات الإنجاب على مستوى المحافظات. بنلاقي هناك لدينا عدد من المحافظات معدلات الإنجاب فيها بتتخطى الخمسة طفل لكل سيدة. ده معناه أن هناك سيدات بتجيب 7 و8 و10 و12، وسيدات تانية بتجيب 2 و3. فالمتوسطات أيضا دي أرقام كبيرة جدا، ده على مستوى المحافظات. أيضا من ضمن الدلائل الهامة معدلات الإنجاب حسب عمر الأم. هنا لدينا مشكلة الزواج في سن أقل من السن القانونية، لأن عندنا أطفال ما بين سن 15 إلى 19، عندنا تركز الزيادة السكانية أو معدلات الإنجاب ما بين سن 20 إلى سن 29 سنة. كل ده بيبقى مهم وإحنا بنضع السياسات السكانية وبنضع التشريعات الملائمة لمواجهة الزيادة السكانية. التقديرات اللي احنا بنتكلم عليها، احنا النهاردة بنتكلم على الفرد ان احنا عندنا تقريبا في المتوسط معدل 3، معدل الانجاب 3 لكل سيدة. احنا المستهدف ان احنا نصل الى 1.6 كمعدل انجاب لكل سيدة. ده هيديني فرق زي ما حضراتكم شايفين في معدلات الزيادة السكانية، وبالتالي معدلات الموارد التي تحتاجها هذه الزيادة. في فرق كبير، بنتكلم النهاردة تقريبا في فرق حوالي 50 مليون نسمة إذا قدرنا أن احنا فعلا مع بعض نحافظ على المعدل اللي هو 1.6 معدل إنجاب لكل سيدة. الحقيقة ده مؤشر مهم جدا، وإحنا بنتكلم النهاردة على الفرق أو العلاقة بين معدل الإنجاب ومؤشر رأس المال البشري. ده من أهم المؤشرات اللي احنا بنتكلم عليها لاستدامة التنمية ولوجود دولة قوية بمؤشرات تنمية بشرية قوية. الدول التي لديها معدل متوسط معدل إنجاب ما بين 1 أقصى حاجة 2، دي الدول التي لديها مؤشر رأس المال البشري بتاعها مرتفع. الدول التي لديها معدلات إنجاب مرتفعة مؤشر رأس المال البشري بتاعها منخفض. رأس المال البشري بتاعنا، البشر هم أغلى ثروة لدينا، وبالتالي احنا بنتكلم على مؤشر رأس المال البشري اللي هو معناه بشر صحتهم جيدة، متعلمين أحسن تعليم، إنتاجيتهم عالية، ساكنين سكن لائق، وبالتالي قادرين على الإنتاج والابتكار والإبداع. وبالتالي كل ما زادت السيادة السكانية طبيعي أن ينخفض نصيب الفرد من الموارد، نصيبه من الصحة، من التعليم، من السكن اللائق. نفس الوضع بينطبق على الأسرة، كل ما بكبر حجم الأسرة ده يؤثر سلبا على حقوق الطفل، بينخفض نصيب الفرد من موارد الأسرة. مهم نقول إنه مصر أيضا أكدت في استراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية. أبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي القضية السكانية بترتبط بشكل أساسي بمبادئ حقوق الإنسان. الحقوق الاقتصادية والاجتماعية هي من أهم حقوق الإنسان، وهي حقوق الإنسان بمفهومها الشامل. مصر أيضا موقعة على اتفاقية سيداو الخاصة بحقوق المرأة اللي بتضمن النهاردة أيضا صحة إنجابية جيدة للمرأة، بتضمن فترة تباعد للحفاظ على صحة المرأة. كل ده يؤكد على ان هذه القضية هي قضية حقوق انسان بالدرجة الاولى، وبالتالي الهدف بتاعنا ان يتمتع كل طفل يخرج الى النور بتعليم جيد، بتغذية مناسبة، خدمات صحية لائقة، وبسكن لائق. وده فعلا الهدف من هذا المشروع، هو الارتقاء بخصائص السكان والاستثمار في البشر. هل هناك دول نجحت في خفض معدلات الانجاب؟ لدينا عدد كبير من الدول كان لديها معدلات انجاب 6 و7 وبدأت تنخفض. مصر حققت
قدر من النجاح، ولكن ما زلنا ما وصلناش للرقم المستهدف، وايضا ما كانش عندنا للاسف استدامه في هذه النجاح. يعني احنا واصلين النهارده لتلاتة، وكنا وصلنا الى رقم اقل من كده، ثم ارتفعنا الى تلاتة واربعة. فاستدامه هذه الجهود شيء مهم جدا من اجل تحقيق التنميه المستدامه اللي كلنا بنحلم بيها. مهم ان احنا برضو نعرف انه لما بدات السياسات السكانيه في مصر بدات امتى. بدا اول اطار مؤسسي لاداره القضيه السكانيه كان هناك المجلس الاعلى لتنظيم الاسره، وكان برئاسه السيد رئيس الجمهوريه في سنه 1965. دي كانت اول مره الدوله المصريه تنظر الى القضيه السكانيه، وكان هذا المجلس او هذه المجلس الاعلى كان برئاسه السيد رئيس الجمهوريه، وكان بيتكلموا على وسائل تنظيم النسل بشكل اساسي. بعد كده مصر اطلقت اول سياسه سكانيه سنه 73، وكانت بتقوم على عده برامج متفرقه بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني. ثم كان هناك اول اطار مؤسسي وهو انشاء المجلس القومي للسكان سنه 85، واطلاق السياسه السكانيه الوطنيه الثالثه في عام 86. طب احنا بنستهدف ايه من خطه تنميه الاسره؟ الخطه هدفها الاساسي ضبط معدلات النمو السكاني المتسارعه المتزايده، اللي زي ما شفنا ان احنا بنصل في المتوسط الى 2.5 مليون مولود سنويا. ولكن هدفها ايضا الارتقاء بخصائص السكان، لانه الهدفين دول مع بعض هم اللي بيضمنوا الارتقاء بجوده حياه المواطن المصري. طب احنا اشتغلنا على ايه؟ الخطه كان لها مجموعه من المحاور. المحور الاول وهو محور هام جدا، محور التمكين الاقتصادي للمراه. ده محور من أهم المحاور، وهو المحور الفاعل في هذه القضية. المحور الثاني هو المحور التدخل الخدمي من خلال توفير خدمات الصحة الإنجابية. المحور الثالث محور أيضا في غاية الأهمية، وهو محور التدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي. المحور الرابع هو محور التدخل الرقمي. كل هذه المحاور تحتاج بيئة تشريعية داعمة. لا يمكن ان احنا نشتغل في هذه المحاور من غير بيئة تشريعية داعمة توفر الإطار القانوني من اجل تنفيذ هذه المحاور. يأتي المحور الخامس وهو الذي وجه به السيد الرئيس، وهو برنامج الحوافز المادية. طيب احنا النهارده بنستهدف اي فئات؟ بنستهدف السيدات، لان احنا واحنا بحلل لحضراتكم الارقام احنا شفنا ايه فترات الانجاب وايه الفترات اللي فيها المتوسط الانجاب العالي. فاحنا بنستهدف السيدات من سن 18 الى 45 عام، بنستهدف الشباب الذكور والاناث، لان دور الذكور الشباب هام جدا في هذه القضيه. طلبه الجامعات والمدارس المقبلين على الزواج، المقبلين على الزواج من الجنسين، بالاضافه الى التجمعات الريفيه والمحافظات اللي هي بها عدد اكبر من متوسطات الانجاب. النطاق الجغرافي طبعا احنا الاستهداف هو على مستوى الجمهوريه، ولكن احنا بنطلق باذن الله هذا المشروع المرحله الاولى زي ما اتفقنا مع حضرتك سياده الرئيس، هيتم تنفيذه المرحله الاولى وفقا لمبادره حياه كريمه على 52 مركز في الريف والحضر، بحيث ان هو نبتدي نتحول من مرحله الى مرحله وفقا للتطوير البنيه التحتيه والتطوير الكبير اللي بيتم في محافظات حياه كريمه. لما نيجي نبص على محور التمكين الاقتصادي، هذا المحور زي ما قلت هو بيستهدف السيدات من 18 الى 45 سنه. الحقيقه ده في كل التجارب الدوليه ده المحور الاساسي، توفير الاستقلاليه الماليه للسيده، مساهمه السيدات في سوق العمل في النشاط الاقتصادي. حضراتكم عارفين احنا ما زال لدينا انخفاض في مساهمه النساء في سوق العمل، ما زالت بطالة النساء ثلاث أضعاف بطالة الرجال، وبالتالي هذا المحور هو محور حاسم في هذا البرنامج. احنا بنستهدف تدريب 2 مليون سيدة على التثقيف المالي وعلى إدارة المشروعات، نتكلم على تنفيذ 1 مليون مشروع صغير ما بين وزارة التضامن، جهاز المشروعات الصغيرة، المجلس القومي للمرأة، نتكلم على مجموعة من الوحدات الإنتاجية اللي هتتم في مراكز التكامل التابعة لوزارة الصحة.
في محور التدخل الخدمي كان هناك المسح الذي يقوم به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مسح صحة المرأة، أثبت أن هناك حاجة غير ملباة من حاجات تنظيم الأسرة. طبعا تحسنت بشكل كبير جدا السنوات الماضية، ولكن الهدف أنه توفير الحاجة الغير ملباة في وسائل الصحة الإنجابية بالمجان للجميع. عشان كده بنتكلم عن تدريب وتوطين 1500 طبيبة، نتكلم على التعاون مع زيادة الجمعيات الأهلية اللي تشتغل مع وزارة التضامن إلى 400 جمعية أهلية إضافية، نتكلم على تجهيز مراكز ووحدات متنقلة تصل إلى الأبواب للسيدات، بالإضافة إلى أيضا توفير سلة غذائية للألف يوم الأولى للأطفال للسيدات الأكثر احتياجا. ده طبعا بيتم ما بين وزارة الصحة ووزارة التضامن. المحور الثقافي والتوعوي الحقيقة محور هام جدا تشترك فيه العديد من مؤسسات الدولة. نتكلم على دراما ومسلسلات تصل إلى البيوت، مسلسلات مختلفة تناقش هذه القضية. نتكلم على فعاليات ميدانية بتتم في القرى، نتكلم على ورش حكي بتتم في المحافظات للأطفال، نتكلم على دور مهم جدا لرجال الدين في التوعية، أنشطة بتتم، فعاليات بتتم في المدارس والجامعات، وطبعا دورات وعي الخاصة للمقبلين على الزواج، لأن استقرار الأسرة شيء مهم جدا أيضا لضمان مجتمع صحي ولضمان أسرة صحية تعني مجتمع صحي. المحور الآخر هو محور التدخل الرقمي. نتكلم على ميكنة كل الخدمات دي، احنا محتاجين نميكن كل الخدمات عشان يبقى عندي قاعدة بيانات كاملة. منظومة الأسرة المصرية بنربط كل قواعد البيانات عشان أقدر النهاردة من خلال كل المبادرات اللي احنا بنقدمها وكل التدخلات اللي الدولة بتقدمها، محتاجين ان احنا نتابع ونقيم هذه التدخلات، أرصد كل اللي بيتم هذه التدخلات وتأثيرها المباشر على خصائص السكان. ده هيتم من خلال المرصد الديموغرافي في المركز الديموغرافي. الحافز الأخير وهو الذي وجه به السيد الرئيس وهو وثيقة ادخارية مؤجلة. نتكلم لأول مرة على حافز مادي وهي وثيقة ادخارية مؤجلة لضمان أيضا استقرار وجودة حياة للسيدة وللأسرة المصرية. ولكن هذه الوثيقة هي وثيقة بتشترط مجموعة من الضوابط عشان تحصل عليها السيدة، بتنفذ لجميع السيدات زيجات حديثة أو زيجات قائمة بشرط ألا يزيد عدد الأطفال عن طفلين، وألا يقل أيضا عدد سن الزوجة عند الانضمام إلى هذا البرنامج عن 21 سنة، وألا يزيد عن 40 عام. أيضا من ضمن الشروط احنا عايزين نحافظ على صحتها، فاحنا بنشترط عليها الزيارات الميدانية لعيادات تنمية الأسرة، نشترط عليها فترات التباعد في الإنجاب، نشترط عليها فحص دوري لسرطان الثدي والأمراض غير السرية عشان عايز أطمن على صحة الأم، معناها صحة الأسرة، معناها صحة المجتمع. يمكن أن تصل المزايا التأمينية وفقا طبعا لسنة الالتحاق وفقا للالتزام بالضوابط، قد تصل هذه الميزة التأمينية إلى 60,000 جنيه. طب ما يميز هذا المشروع؟ المشروع ده أول مرة يكون هناك مشروع بيحظى بدعم سياسي غير مسبوق. السيد الرئيس اجتمع معانا يعني مرات عديدة جدا، تابع بنفسه، ادانا عدد كبير من التوجيهات من أجل تنقيح وتطوير هذا البرنامج. لأول مرة أيضا بيتم مواجهة القضية السكانية من منظور تنموي شامل وليس منظور صحي. احنا بنتكلم النهاردة على إدماج البعد السكاني داخل خطة التنمية وداخل القضية التنمية. لأول مرة أيضا بنتكلم على محور أساسي وهو تمكين اقتصادي للمرأة وأنشطة اقتصادية بتساهم فيها المرأة في زيادة النشاط الاقتصادي، بتساهم في زيادة الناتج القومي، وتساهم أيضا في زيادة الناتج المنظور. إحنا بنتكلم على تمكين، على تسجيل بطاقات، نتكلم على شمول مالي، على بطاقات ميزة لهذه السيدات. فأنا بتكلم على منظومة متكاملة لتمكين اقتصادي للمرأة. نتكلم أيضا على حوافز إيجابية لأول مرة بتتم في هذا البرنامج من أجل ضمان استقرار الأسرة. حافز مادي أيضا بيتم الحصول عليه في حالة لا قدر الله وفاة الأم.
طبعا الشيء الاخير وهو ميكنه او التحول الرقمي من اجل الرصد وتقييم كل تدخل وتقييم اثر كل تدخل على خصائص السكانيه. لاول مره بيكون لدينا مشروع متكامل بحوافز. انا عندي حوافز ماديه، عندي حافز وهو توفير فرصه عمل، عندي حافز للفئات الأكثر احتياجاً من أجل توفير سلة غذاء في الألف يوم الأولى، فهو برنامج متكامل بالحوافز الإيجابية، وده اللي بيأكد أن احنا هدفنا الأساسي الارتقاء بخصائص السكان ووجود طفل جديد يخرج إلى النور يحصل على أحسن تعليم وعلى صحة علاج جيد وعلى بيئة مواتية. يظل الجهات طبعا جهات كثيرة جدا بتشارك في هذا المشروع، بيظل يعني يقتضي الحقيقة نجاح هذا المشروع تكامل بين كل شركاء التنمية، القطاع الخاص، المجتمع الأهلي طبعا بالتعاون مع الحكومة، ويظل دور الفرد والأسرة هو الحاسم، الاختيار بين إن أنا يكون لدي حجم أسرة مناسب أستطيع به إن أنا أحقق حياة جيدة لأولادنا وأحفادنا في المستقبل، وبين عدد كبير أستطيع أن أنا أرى في حياة ليست هي الحياة الملائمة اللي احنا كلنا بنتمناها لمستقبل أفضل لأولادنا وأحفادنا. شكرا لحضراتكم. شكرا للدكتورة هالة سعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية. أنا وإخواتي الباقيين قايمين نايمين على نفس سريرنا. أنا عمري ما كان موجود لي مكان في البيت ولا وسط العيلة، وبدل ما أشيل لعبي وكراستي لشايلة أنا شيلة تقيلة. بقى اسمي خلاص بيعت الورد، محدش عارف اسمي من كتر اللف 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 مكسر جسمي. ملقتش مكان ولا حد سمعني كأني قاعد وحدية، ووحشني حضنكوا زي زمان يا ريتوا كان بإيديا، لو بس تلاقوا حبة وقت يكفي ويكون ليا. سألعب بيها وألبسها وأغني ليا أغنية، كده فجأة لقيتني أنا قاعدة مكانها ومتلخبطة من الدنيا، للعبة الحلوة بقت مش لعبة وأنت بقيت أنا هي. أنا كنت بفتح عيني وبنزل مدرستي الصبحية، دلوقتي بقيت انا بنزل هنا تحت العربيه، سايب الواني وكتبي ورسمي وحياتي الطبيعيه، والعده تقيله عليا بتعور لي ايديا. جم الدنيا وجواهم احلام كتير، بس اكيد طول ما عددهم كتير مشاكلهم هتكون اكتر، وجودة الحياة اللي بنوفرها لهم أكيد أقل. إيدينا في إيدين بعض نحقق لهم جودة حياة أحسن، لأن ولادنا يستحقوا حياة حلوة. المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.